مشاهدينا، محبو رياضة التنس في البحرين شاهدوا ختاما ناجحا لبطولة ABT تشالنجر للتنس التي كانت بتنظيم مميز بالاتحاد الرياضي للأمن العام ونادي ضباط الأمن العام. مزيد من التفاصيل تابعه خلال التقرير التالي. شهد ختام بطولة منافسات وزارة الداخلية ATP تشالنجر للتنس المباراة النهائية في مسابقة الفردي والتي حسمها لصالحه اللاعب الأسترالي تاناسي كوكيناكيس ضد منافسه الأردني عبدالله شلباية بنتيجة 6-1 و6-4، فيما كان الثنائي الفنلندي باتريك نيكلاس سالمينين والهولندي بارت ستيفنز قد فازا باللقب في فئتي الزوجي. حاولت أقدم أحسن ما عندي في النهائي، بس تناسي كان أحسن لعب أداء أفضل وسحق إنه يفوز، بس هذا ما بيغير أي شيء من الأسبوع اللي عملته. مبسوط بالأداء اللي قدمته خلال الأسبوع، حيدفعني إن شاء الله إنه أكمل عشان يصير عندي أسابيع أكثر من هيك نفس الشيء، وإن شاء الله أقدر أكمل في البطولات القادمة. بحرين بلد أكيد لو بإيدي أرجع ألعب بطولات هون برجع، ان شاء الله اقدر العب ATP واكمل في ATP، بس اذا اضطريت العب اي تشالنجر هذا مكان لازم بفضل اكون فيه. الجمهور والمساعدة والاستضافة اللي حصلت عليها هذا الاسبوع عن جد خلتني اقدم احسن مستوى، وانا عن جد بشكر كل شيء. كما ان المستوى الفني المتميز للفرق واللاعبين المشاركين في البطولة شملت مصنفون عالميون ضمن قائمة 100 مصنف في الاتحاد الدولي للتنس، بالإضافة إلى دور اللجنة المنظمة ودورها في تجهيز الملاعب وفق الاشتراطات التي تتطلبها البطولات العالمية الكبرى. أود أن أقول بعض الأشياء عن الحكام الدوليين الذين يشتركون في البطولة. عندنا حكام من بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، حكم الكرسي، وأيضا حكم الكرسي البحريني أحمد الحواج، و لهم تجربة عظيمة. أنا مسرور أن لنا لاعبين ماهرين وكذلك حكام ما تجربة ومستواهم عالي جدا. عندنا لاعبين جدا كبار موجودين في البطولة، لاعبين سبق أنهم كانوا من ضمن 20 الأوائل على العالم موجودين هنا اليوم عندنا في النادي، ولاعبين أيضا متفوقين على توب 10 من لاعبين العالم، فهاي صراحة مو بسهل انك تجيب وتجذب اهتمام هاي اللاعبين انهم يجون ويشاركون في البحرين، فهاي دليل ان اش كثر البطولة مهمة لهم كلاعبين واش كثر البطولة كبيرة. اجواء جدا جدا ممتعة حق اللاعبين، حقنا احنا صراحة يعني عايشين الاجواء كلها في النادي. ولقد حظي الاتحاد الرياضي للأمن العام ونادي ضباط الأمن العام بإشادة الجميع على تنظيم هذه البطولة الرياضية المتميزة وكل من ساهم في إنجاحها من خلال حسن التنظيم والإعداد لها ومستوى البطولة والروح الرياضية العالية التي تميز بها المشاركون. مشاهدين، الحديث أكثر حول النجاح الكبير من تنظيم بطولة تشالنجر للتنس عندنا يكون معنا في الاستوديو مدير بطولة وزارة الداخلية ATP تشالنجر للتنس الرائد محمد سيد. يا هلا مرحبا فيك. هلا بيك أخوي. أول شيء ودنا يعني نبارك لكم على هذا النجاح، وهذه مو بغريبة عليكم، ما شاء الله عليكم تمرستوا في تنظيم هالبطولة، لكن الأصداء شلون كانت في هذه النسخة؟ في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، يعني احنا فخورين أكيد سعيدين بالنجاح اللي حصل عقب هالبطولة، وهاي يعني شيء ما يأتي إلا أكيد إلا بدعم سيدي معالي وزير الداخلية أكيد. وحرصة وكان يعني موجود يوم الأمس لنا الشرف إنه هو موجود في النهائي اللي هو كان بين اللاعب عبدالله شلباية واللاعب الأسترالي كوكيناكيس، وفي الأخير فاز اللاعب كوكيناكيس. بس الحمد لله يعني عبدالله شلباية كان جاي البطولة وهو رانك 400 على العالم، يعني وهذه اللي كنت بسألك يعني كانت فيها مفاجآت البطولة، يعني ما كانت فيها مفاجآت من البداية. من بداية المشوار البطولة كان عندنا اللي هو الكوالي
وكان في الكثير من اللاعبين اللي طلعوا المصنفين، وعبد الله وصل ما شاء الله للنهائي. نعم، واتكلم وياك اكثر في الامور الفنيه والتنظيميه، لكن خلينا ناخذ هذه المداخله. مشاهدينا معنا عبر الهاتف رئيس الاتحاد الرياضي للامن العام العقيد خالد خياط. البدايه ودنا نبارك لكم على نجاحكم في هذه البطوله، يمكن لو نتكلم عن العوامل اللي يمكن ساهمت في نجاح هذه النسخه. تمسيكم بالخير اخوي عيسى وعساكم على القوه. حبيت اشكركم حقيقه على يعني تغطيتكم لمجريات البطوله، وكان يعني شيء طيب حقيقه، ويعني تفاجئنا بالجمهور والناس تسأل عن البطوله من كل مكان. صحيح، وكان لكم دور كبير في يعني نقل البطوله، وهذا يعني اندل يدل على حرصكم على تغطيه مثل هذه البطولات الدوليه. اكيد مثل ما انت عارف احنا اليوم في يعني وزاره الداخليه نظمنا اكثر من بطوله متتاليه. صحيح. سواء كانت في رمضان او بعد رمضان، هاي كلها كان يعني بتوجيهات سيدي معالي وزير الداخليه. نعم. وحرص الدائم على يعني ان احنا نطلع بصوره تليق للجميع، ونفتخر فيها بان شباب وزاره الداخليه نظموا مثل هاي البطولات، ولله الحمد طورنا هاي البطوله خطوه بخطوه خطوه بخطوه حتى وصلنا العام الماضي الى الاي تي بي تشالنجر 80. وتفاجئنا في الاتحاد الدولي الاي تي بي روطه محترفين ان انقلونا من 80 الى 125 مره واحده. نعم. وهذه دليل على ما شافوه العام الماضي، وهذا يثبت يعني قدره الشباب البحريني وشبابنا وضباطنا اللي كانوا موجودين في البطوله انهم قادرين على تنظيم مثل هذه البطولات. حقيقه النجاح اللي لاقى هذه البطولة كان هناك وراء أسباب عديدة، وأهم هذه الأسباب دعم سيدي معالي وزير الداخلية الشيخ راشد عبد الله الخليفة. نعم. حقيقة دعم لا محدود، ومتابعة سيدي سعادة رئيس الأمن العام. يعني سيدي معالي وزير الداخلية كان يطلع على تفاصيل هذه البطولة خطوة بخطوة أول بأول، كان يوجهني يعني أول بأول. حقيقة يعني توجيهاته كانت يعني نقاط مهمة جدا جدا، وهي حقيقة كانت أساس في الوصول إلى هذه يعني احنا أنا أقول القمة من التنظيم. أكيد. نجاح هذا الحدث أيضا يعني تكاتف الجميع والكفاءات اللي يعني التي ميزت هذه يعني البطولة من السواعد البحرينية الشابة. أيضا جانب استضافة في تجهيز الملاعب ومرفقات النادي وما لاقوه اللاعبين في مرفقات النادي من يعني الامور الحديثه، جيم، ملاعب التدريب، حمامات السباحه، مطاعم الفاخره. نعم. ارضيه الملاعب، تعدد الملاعب، الشباب البحريني اللي كان يعني تميز بالاخلاق معاهم، وتسهيل جميع المهمات، اليه المواصلات، افضل فندق يعني من اربع الفنادق. نعم. جميع الامور دي كانت سبب في النجاح. ايضا وجود المصنفين، يعني العام احنا الماضي السنه اليوم عندنا اكثر من لاعب تحت ال 100، وهذه اكبر دليل على نجاح هذه البطوله. يعني على سبيل الكل وده يشارك. صح. اي عندنا الاسترالي كبرار جيسون كان 79 على العالم. نعم. وعندنا بابرين اليكسي كان 90، وعندنا الاسترالي كونيل كان 94. لكن المفاجاه ان الاسترالي كوكيناكس تناسي هو اللي فاز بالبطوله وهو 140. نعم. فهي دليل ان يعني هذا الرنك مختلف، لكن التنافس كان قوي. وايضا لاعبنا العربي الاردني عبد الله شلبايه حقيقه كان مفاجاه البطوله. بالضبط. هو يوصل نهائي. اي والله كان يعني فاجانا كلنا بالاداء المميز الجميل الرائع. صح. يعني تخيل ان عبد الله يفوز على افضل مصنف البطوله. صحيح. يعني كان هو الحصان الاسود في البطوله. صحيح. اي نعم هو يعني. كان يعني انا اقول له يعني اقول له كنت اقول له الله يوفقك ان شاء الله، نتمنى ان نشوفك انت اكيد يعني رافع الكاس باذن الله، لكن الحمد لله يعني هو بعدنا يوصل نهائي. اكيد. وهذا شيء طيب يعني انه كان في لاعب عربي ووصل للنهائي. اكيد. فهذا يعني جميع هذه الامور هي اللي خلتنا احنا نتبايس، خصوصا بعد تواجدنا يعني مع الاي تي بي واجتماعاتنا المتكرره معاهم سواء كان بالحضور او عن طريق الاتصال المري. وايضا يعني انا احب اشكر اخوي رائد محمد، خالد محمد عندي في الاتحاد الرياضي من العام. نعم. وانا العام الماضي خليته هو مدير البطوله، والسنه مدير البطوله حقيقه تميز.
يعني الشاب هذه انسان يعني جاهز عمله يتكلم عنه يعني نعم يعمل باخلاص ويعني استفاد من يعني تراكمت عنده بعض الخبرات وهذا شيء طيب يعني وهو طبعا جميع اخواننا يعني انا لو بتكلم عليهم بتكلم عليهم كلهم حقيقه هذا لان يبي لهم حلقه يمكن عقيد خالد جاسم حسن مدير النادي حقيقه من الصبح لليل يعني تعرف يعني ايام البطوله كلها طارق ادريس ابراهيم فخرو الشباب كلهم ما شاء الله عليهم احمد الدخيل اللي يعني ما تركنا دقيقه واحده تواصلوا وتغطيات وخبره في الامور الاعلاميه حقيقه الشباب البحرين وجميع الجنود المجهوله حقيقه اللي كانوا يشتغلون ورا اللي في الفندق واللي في المواصلات واللي في العلاقات واللي في الاعلام واللي في الكل ساهم في نجاح هذه البطوله احنا في النهايه يعني هذه كل نقول ان شاء الله الخطوه الجايه راح تكون ان شاء الله افضل وافضل ان شاء الله بكل مستوى اعلى ان شاء الله شوف يعني احنا الحمد لله وشكرك يا رب احنا نحظى بدعم سيدي معالي الوزير الداخلي اكيد وان شاء الله باذن الله ان احنا نوصل للامام باذن الله اكثر واكثر باذن الله اكيد رئيس الاتحاد الرياضي للامن العام العقيد خالد خياط كل الشكر لكم ومبروكين على النجاح مره ثانيه أعتقد يعني العقيد خالد ما شاء الله ما بقى شيء يعني لكن الأمانة الكل عمل خلية محل الحمد لله. كانت شقالة وأيضا الخبرات اللي اكتسبتوها أعتقد في أكيد. النسخ الماضية أكيد جديد. مثل ما قلت إنه يعني هذه هي مو النسخة الأول مرة لأي بطولة ابتدينا إحنا من 2011 وإحنا ننظم بطولات اللي هي كانت بطولات رمضانية وشلون تطورت وشلون آخر بطولة كانت هي تشالنجر 80 ومثل ما أكد سيد العقيد خالد الخياط أن هذه النسخة كانت أعلى شيء في الشالنجر اللي هي 125 هاي دليل أن مملكة البحرين تميزت من النسخة اللي فاتت ووصلت تميز من خلال هذه النسخة ده بنتكلم ممكن عن المشاركة دائما مملكة البحرين يعني أنتم تحاولون أن تزخون بلاعبين المنتخب الوطني أو لاعبين الاتحاد الرياضي ممكن شفنا أيضا القائد شارك اي نعم هو كان عندنا اللاعب يوسف قائد وشارك ولعب في الفيرست راوند وبصراحه لعب يعني ما شاء الله وايد زين كان خسر النتيجه ضد اللاعب البولندي 6-1 6-4 بس كان لاعب زين وكان يعني ما شاء الله قاعد يرد رده قويه ان شاء الله للعبه التنس من الناحيه الثانيه كان عندنا اللي هو اللاعب عبد الله شلبايه اللي يا البطوله برانك 400 ووصل للنهائي كان مفاجاه كبيره صح يعني صح وكان له دعم كامل من الفريق الأردني. نعم وهي دليل ان البطوله يعني قويه بعيد عن الارقام والتصنيفات بالضبط اخوي يعني انا كنت قاعد اليوم مع كان عندهم تور بعض اللاعبين وكنت قاعد مع البطل كوكناكس كان يتكلم عن تميز البطوله تميز الرانك مالها يقول يعني لها صدى كبير حتى في استراليا لهم. نعم يمكن الكل اللي كان متواجد في النادي وايضا اللي كان على تواصل كانوا يشيدون بالمنشاه اللي يمكن حتى اللاعبين اليوم يشوفون هذه المنشأة يمكن تقارن بمنشآت عالمية على بالضبط. مستوى هاي اللي قالوا لنا أخوي يعني اللي يوم حتى من بعض الناس اللي كلمونا يعني أنت قاعد تسوي أكثر من 125 قاعد تروح لي ATP تور وصلت التور يعني أنت قاعد تعطينا أكثر الموجود وهاي كل الأشياء موجودة دعم سيد معالي الوزير والمنشآت موجودة في النادي أكيد. وكل شيء متوفر لهم بختم معك بحضور معالي الوزير اللي أعتقد دائما هو يعطيكم الدافع أكيد يعطيك الدافع حق المرة الجاية ويأكد لك النجاح أكيد. نعم إن شاء الله بيكون في لنا أشياء قادمة في الاتحاد الرياضي نعم. وليس بس هذه البطولة هناك خطط مثل ما ذكر سيد العقيد نعم. وإن شاء الله نخبركم عنها نعم. قبل ما أختم معك بترك لك كلمة يمكن وديك توصل رسالة ولا شكر حق الفريق العمل اللي كان معك بصراحة اللجنة التنظيمية كلهم ما قصروا في هالبطولة برأسة العقيد خالد ولا المقدم جاسم من النادي الكل كان مثل ما قلت اللي هي خلية النحل والحمد لله وصلنا اليوم لنجاح البطولة والكل يشرب هالشيء أكيد في النهاية نتمنى لكم كل التوفيق مدير بطولة وزارة الداخلية ATP Challenger للتنس الرائد محمد السيد كل